جديد. الفنانون الأردنيون كانوا موجودين في الاحتفالات من الشمال إلى الجنوب بأصواتهم العذبة ومشاعرهم الصادقة، تمكنوا أن ينثروا الفرح في الميادين. بشار السرحان كان من بين الفنانين الموجودين في الجرا الحسين، صنع بصوته بهجة أطفت على مراسم الاحتفال رونقا خاصا. سنتعرف معه أكثر على هذه المشاركة وهذه الفرحة. أهلا وسهلا فيك بشار. الله يخليك، شكرا لك وصباح الخير. مبروك لنا جميعا أيضا. الله يسلمك طبعا، ومبروك ل سيدي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني مناسبة زفافه، وإن شاء الله يا رب عقبال الرفاة والبنين. وشكرا لقناة المملكة على هالاستضافة وعلى هالحلقة الاستثنائية لليوم، أتاحت لنا الفرصة أن نكون موجودين معكم. أكيد، وإحنا بنتشرف دائما بفناننا الأردني وتميزه، ومع أنه بنعتب عليه أحيانا الفنان الأردني. بس احكي لنا عن يوم أمس، وين تفاعلت معك الجماهير بشار؟ في محافظة مادبا، كيف كان التواصل؟ كان الترتيب مبارح محافظة مادبا طبعا ترتيب خلينا نحكي خيالي كان. وطبعا يعني بتشكر خلينا نحكي بتشكر الأردنيين كلهم أنا امبارح على الحفلات اللي كانت على 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 صعيد محافظات المملكة. امبارح كان لي النصيب إني أكون محافظة مادبا طبعا، وبتشكر أهل مادبا على حضورهم الطيب امبارح. كان عدد كثير كبير، وكان ترتيبات حتى الأمنية من عطوفة المحافظ، كان ترتيبات كثير مرتبة، وكثير الناس انبسطت وقدمنا فكرة الزفاف بالأغاني. يعني أنت بتعرف الشعب الأردني يعشق الأغنية الأردنية، أكيد اللي هي حاضرة بكل مناسبة. أكيد الأغنية الأردنية والوطنية، هي الأغنية الأردنية بالوطنية بالدرجة الأولى يمكن. بالضبط، إحنا نفتقر شوي للأغاني الأردنية العاطفية. صحيح، هي عاطفتها دائما تظهر من صحيح. خلال من خلال وطنيتنا. صحيح. فبالتالي كيف حسيت أنه تترجمت هذه المشاعر من خلال هذه الاحتفالات؟ كيف كان تفاعلهم؟ كيف كانت أيضا يعني الأغاني تتردد على مسامعهم؟ يعني من قبل الزفاف قد ايه كانت بتصلنا ردود فعلا، وبشار وين انت حتكون مثلا بالزفاف؟ يعني كانت كل الناس متهيئه ومستعده ان تحضر وتشارك هذه الفرحه اللي فرحه كل الاردنيين وعرس كل الاردن هذا. فانا متاكد واكيد هذا الشيء مش غريب على الاردنيين، دائما بفراحنا الاردنيه والوطنيه دائما لهم تواجد مش سهل خلينا نحكي. فالحمد لله انه امبارح كان، حتى انا من الناس اللي تابعت امبارح قبل لا اطلع الحفله في على الستيج، تابعت كثير، تابعت البث المباشر من قصر الحسينيه، وتابعت في كان تقارير من محافظات المملكه، حتى يجوز لما جيت كنت بحكي مع الشباب بحكي لهم العدد امبارح كان في اربد مش طبيعي، المدرج الروماني وسط البلد. كيف العدد بمادبا كانت يعني تقديرا هيك حسيت انه كان في حضور جماهيري كبير؟ هل بتحس انه كان التنظيم مناسب للتعامل مع الاعداد اللي كانت موجوده بطريقه جدا جيدة؟ جدا جدا. انا حكيت لك برضو يعني انا بتشكر جهود الاجهزه الامنيه وعطوفه المحافظ على الترتيبات اللي خلينا نحكي اللي سهل على الناس امبارح الدخول والتفاعل، وما كان في هذاك التجديد انه بحيث انه الناس تاخذ برضه تاخذ فرحتها وتفرح بمساحتها. بالضبط، يعني الفرحه له تخلصه يعني بالضبط. بالدرجه الاولى، ماذا يعني وجود الفنان الاردني بصوره مركزه في هذا الزفاف؟ حظي بنصيب يعني الاسد أكيد. الاغاني الاردنيه أكيد. والفن أكيد. الاردني والمطرب الاردني، ماذا يعني لكم ذلك؟ أكيد إحنا من أولوياتنا دائماً أنه نكون متواجدين على الساحة المحلية قبل العربية، بحيث أنه يكون لنا مشاركات دائمة بالمناسبات الوطنية وبالمناسبات اللي خلينا نعتبرها دائماً هذا واجب علينا إحنا كفنانين أردنيين، أنه مفروض أنه دائماً نقدم ما يليق بمستوى خلينا نحكي الذوق المحلي والذوق العربي. بالنسبة إلي أنا كبشار السرحان كانت مشاركة مهمة في مضارب بني هاشم، حفل مضارب، ومبارح كمان حفل محافظة مادبة. وأكيد أنا متأكد أنه حتى هذا رأي كل زملاء الفنانين الثانيين أكيد. بحيث تواجدهم، وكان تسليط الضوء على الفنان الأردني والفنانة الأردنية في عرس ولي العهد. برضو كثير أخذنا سبوت خلينا نحكي
على الساحه على, على على الساحه حتى على العربيه صحيح. على الساحه العربيه حتى انه صار في تسليط ضوء على الفنان الاردني شو بيقدم شو بيعمل في عندنا اصوات بس هذا بيخلي مسؤوليه كبيره ايضا على الفنان الاردني بماذا يقدم يعني عندما نتحدث عن الفنان الاردني هل بتحس انه كان في تقصير الى حد ما من تقديمه على الساحه الاردنيه او على الساحه العربيه بشكل ينافس ايضا الساحه الفنيه بشكل عام هو اكيد الاغنيه الاردنيه خلينا نحكي بالفتره الحاليه صارت تنافس عربيا بحيث احنا ما نقد يعني في كثير فنانين بيقدموا فن محترم كلمه تليق لحن يليق توزيع على مستوى خلينا نحكي عربي يعني انا وكثير من زملاء الفنانين يعني حتى انطلقنا حتى بتوزيع الاغنيه حتى الوطنيه والاردنيه انطلقنا على مستوى العربي نوزع في دبي نوزع في مصر نوزع في لبنان حتى من ناحيه جوده الاغنيه طبعا حتى الكواليتي خلينا نحكي في حتى على 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 صعيد التعامل بالنسبه للكلمات واللحن برضو انطلقنا على 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 مستوى عربي التعامل من خلال شعراء عرب من خلال شعراء هل قريبة من شعوب يعني عندما نتحدث عن الشعوب العربية الأخرى هل تستصيغ الأغنية الأردنية يمكن اللهجة البدوية أيضا تساعد بشكل كبير أكيد جداً. أكيد صحيح فهل بتحس أنه هذا الشيء عربيا رح يساعد الأغنية الأردنية أيضا أنها توصل أكيد أنا من الناس اللي بدايتي باللون البدوي الأردني خلينا نحكي وإذا بدنا نحكي على اللون البدوي الأردني بدنا نرجع للأصول هو أصول شبه جزيرة عربية صحيح يعني اللي اليوم مثلا طب انا كيف اليوم مثلا بستصيغ مثلا الاغنيه السعوديه او الكويتيه او الاماراتيه فهذا نسيج يعني مرتبط مع بعضه فانا مثل ما حكيت لك انه انا كانت بداياتي في اللون البدوي الاردني وعلى مستوى عربي يعني لقت نجاح فان شاء الله انه يا رب الان الاغنيه وما تنسى انه الفلكلور الاردني الان وتراثنا الاردني حتى اغنيتنا الوطنيه الاردنيه بكل محافل العالم الان الناس بتنبسط وبتشغلها بعراسها وبفراحها صحيح ويمكن ارتباط الأغنية الأردنية بأفراحنا هو ارتباط تاريخي كما يقال الآن زفاف ولي العهد أيضا أعطاها يعني وكأنه أصبحت حتى الأغنية الوطنية الحديثة أصبحت جزء من تراثنا وعاداتنا رسخت هذه الفكرة أكيد هذا الموضوع أيضا من خلال بتعرف مدينة العقبة مدينة سياحية البرامج أيضا اللي كنت ذكرت لي أنه في حفلات كتير تقام الآن في مدينة العقبة صحيح. الاهتمام بالأغنية الأردنية وبالحفلات هل بتحس أنه أيضا في اختلافات في طريقة تقديمنا لهذا الغناء خلينا نحكي الذوق العام واحد يعني اليوم إذا بكون في العقبة بكون بالمفرق بكون في مادبة بكون في عمان بس تفاعل الناس فكرة اهتمامهم بالأغنية بالفرح بشكل عام هلا ما بالسمر هلا الجمهور الأردني يعشق الأغنية الأردنية إن كان في الكلور ولا تراث ويعشق الأغنية الوطنية يعني كنا بنحكي قبل شوي إنه حتى في أعراسنا حتى في أعراسنا صار العرسان ينزفوا على الأغنية الوطنية صحيح. قبل الأغنية قبل أغنية الزفة فهذا شيء طيب يعني أنا يعني بعتقد إنه الذوق العام يشمل كل محافظات المملكة والتفاعل موجود وهذا يعني هذا بيزيد الواحد كفنانين أردنيين بيزيد الحرص إنه دائما تقدم الشيء اللي يليق بمستوى وذوق الجمهور الأردني جميل بشار بشكل سريع قبل ما نحكي عن أغنية عبد الله يعونك اللي حابة أسمعها هيك كلماتها منك مدينة العقبة الآن هي مدينة سياحية هل أكيد. فعليا الكثافة في البرامج وأيضا تقديم الفن الأردني وحتى البرامج الجميلة التي تلقى إعجاب إن كان السياح أو حتى الأردنيين أكيد. هل أحسس بهذا التغيير؟ طبعا تغيير يعني من فترة كنا نزور العقبة كل مرة بتنزلي صورتي للعقبة بتلاحظي في تطور سريع خلينا نحكي حتى على صعيد النشاط المفوضية في سلطة إقليم العقبة الآن نشاطها سريع جدا في إقامة الحفلات وجذب السياحة خلينا نحكي للعقبة فكنا بنحكي برضو في هذا الموضوع أرجع لك شوي أنه خلال الشهور اللي فاتت أنا صرت عامل تقريبا 3-4 حفلات في العقبة ولسه خلال الشهر الجاي راح أكون في العقبة إن شاء الله في حفلتين أو 3 فهذا الشيء بشجع
بشجع الفنان الأردني حتى جذب السياحة. خلينا نحكي انتشار برضو للفنان الأردني، يعني التنافس في الغناء. أكثر الأغاني اللي بتحس أنه هي تلقى نجاحا هي عبد الله يعونك. عبد الله ليه بتحس انه يعني في بعض الاغاني تلقى نجاح اكثر من اغاني اخرى؟ شو السر بيكون؟ هلا اختلاف الذوق طبعا. انا شو بنطلب مني مثلا؟ بنطلب مني اكثر شيء الاردنيه، ربعك نشامه الاردنيه، بنطلب مني بالعسكريه، بنطلب مني عبد الله يعونك، هلا هلا عليكم يا الاردنيه. حتى في اغاني انا ما اكون حاطه في الحسبان اغنيه بالحفله برضو بتنطلب، يعني لو بغني منها مقطع حتى اذا ما كنا عاملين بروفا انا والفرقه. فبالعكس انا هذا الشيء ببسطني وبسعدني وبشرفني انه الناس. طيب انا حابه يعني استغل هاي الفرصه شو رايك؟ بما انه ايضا هي لاول مره في استوديوهات المملكه بشكل عام، وهذه المناسبه استثنائيه من الجميل فيها ان نتشارك الفرح جميعنا. اليوم ولاول مره في استوديوهات المملكه سنسمع فنان اردني يغني مباشره. رح اتركك بشار انت تختار لي هيك مقطع. عبد الله يعونك. يلا عبد الله يعونك. عبد الله يا عونك حنا في دا عيونك، حبك سطى بالقلب ناسك يحبونك، حبك سطى بالقلب ناسك يحبونك. أمر علينا وسم اللي تقول تام، تبقى لنا وتسلم وربنا يصونك. عبد الله يا عونك حنا فدا عيونك، حبك سطى بالقلب ناسك يحبونك، حبك سطى بالقلب ناسك يحبونك. لك السيد موقف بين الملا يشرف، الريح لو تصف ما تغمض عيونك، الريح لو تصف ما تغمض عيونك. عبد الله يا عونك حنا فدا عيونك، حبك سطى بالقلب شعبك يحبونك. أبدعت يا بشار فعلا. نحن بعون الملك عبد الله دائما والفرحة واحدة. شكرا بشار السرحان. شكرا جزيلا لك ولقناة المملكة. شكرا. أهلا وسهلا فيك.